كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. انا بغيت الامن الله يخليهم كما داروا الكلب ديال ابو زعيصر جابوه ليه وداروا القبط على السيد اللي داري الكلب ديالو، وانا خويا اللي تضرب هذه 12 يوم ومهرج جوج تهريسات من الشوبيه ديالو من اليوم يا عبد الله لا ام لا اب ياسيم. انا كنتمنى من الله بالسلطه ديال حيل انبياس يتحركوا ويشوفوا السيد اللي حرط على خساره ديال ما بغى. الحمد لله الوالدين، انا راه عايشين ولا امي ولا با، وراه خلونا واحد الدويره وراه عطينا واحد البيت ندريو القزير الفوق، وراه الحاله الحال الله، وراه الله اللي عالم بيا. وانا دابا راه تعرضوا لي شي وحدين بحال المبيعات، خلي عاد واحد اختي عطيني تعطيني عام ناكل، كتوكلني مسكينه على وجه القبوره وكتصلى بيا مسكينه في عندها بالليل، كنتعشى نتعشى عندها، جيت ريحت عطيتني مسكينه نتعشى، تعشيت خرجت بحال ما كل الحانوت غادي نمشي ناخذ كرتون تحليف باش الصباح نطلع بها ونجي بحال في دارنا. تعرضوا لي وعليا واحد عليا واحد موس حطوا لي في عمقي حطوا لي في عمقي. قلت لي اخويا انا مالي ما ندير والو ما ندير والو، قال لي لا انت دير امك تايا. ملي قال لي دير امك تايا قلت لي اخويا انا متعرف في امي امي نيسا، شنو تاوليك ما عندي لا امي لا با لا امي نيسا. قال لي جبد داكشي اللي عندك. قلت لي هضر على كارت هو اللي عندي. قال لي جبدو قال لي جبدو هذيك الكارت قال لي جبدو جبدو ملي قال لي جبدو جبدو بحال ما كنقلبو بلقى فيه والو، هو يضربني به اللوجه هو شد موس صاحبو الدري الصغير شد موس ويخشي ليا هنايا، ملي خشي ليا هنايا بقات تغوت بقات تغوت. واحد المرا وصلت حتى هي بقات واحد المرا وصلت حتى هي مسكينة بقات تغوت هي تقول لي بعد فرو بعد فرو بحال ما هكايا. تما خشي سمعتني كنغوت وهي تخرج خرجت بحال ما كختي وهي تجي دخلني للدار، هما يضربوني ضربوني 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 بالسيف. ورحا ضعيف ورحا حافظ الله واتوب، انا بغيت والو منكم، انا بغيت منكم والو، بغيت منكم على حسي على حسي الاول، بغيت نديرو الرجال اللي كنتحرك شويه انا عاد باير. السلام عليكم خويا الله يخليك، انا خويا كنجي من حسالة من عند اختي الحين بيعاس، دار الرجوع مصبه ما كايناش، مشات عند شي عائله كاين في الواد، هو دار الرجوع جا عند اختي قال لي قسم الله قال لي اختي عطيني اختي غدا باش نفطر، عطاته خرج مع الباب شدو واحد ولاد الحومه ديال حين بيعاس هما ثلاثه اللي عاود ديال الاخ ديالي، هو انه شدوه هما ثلاثه واحد فيهم قال لي جبد اللي عندك في جيبك، واحد تيقلبو خلاهمش يجبدو باش خلاهمش يقربوا ليه، واحد نغزو بالموس هنا بدا كيقلب فيه خلاهم قلبو، جبدو لاكارط جبدو الراميد ما بقاو عنده والو، وهما طرشو طرشو بالراميد ولاق ديالو ياك. هي هذيك قال بقى كيدابز معاهم، واحد فيهم نغزو بموس واحد ضربو بنص، ولا مول السيف اللي سميتو ايوب هو اللي دا شد السيف قلب السيف ديال بالقبضه ديالو، بقى كيعطي غير رجل غير رجل وغوت يغوت. شفت غير واحد السيده هي شافت وجهات اختي من 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 المرزقه ديالها وما عرفاتوش، راه اخو اختي غيس ولد اختي قالت لها واحد السيد راه كان ناتي غوت اجريسا وشو هاد ثلاثه ولاد الحومه راه طايح في الارض. كتمشي اختي كتلقى خويا، دينا خويا المولى عبد الله داروا ليه داروا ليه الراديو، بقاو عنده جوج هرسات في الرجل ديالو لتحت ديال رجلو. طلبوا لنا خويا الحديد ما عندناش خويا باش نديروا ليه الحديد، دابا 12 يوم المولى عبد الله هو كيتعذب والسيد اللي ضربو هما ثلاثة، واحد شدوه وجوج مازال. مشيتو عند الأمن شنو قالو ليكم؟ نعم مشينا عند الأمن الدائرة ديال حي انبيعاس، طلعنا عندهم درنا معاهم، قالك ودي خصكم تجيبو لينا تجيبو لي شهادة طبية. هو والضحية هو مسكين باقي ما نعيش من بلاصتو، ما كيزيدش داير الحديد هو ولد الجيران ديال ختي، وما عارفش هذاك خو كيجي لختي راه خوها. مني مشينا بدا قبل ما نمشيو للامن مشينا لدار مسبات شكينا من دارهم، خرجت لنا مو خو هويا هو هاز كريمونجين في يديه ضرب واحد السيده امامها من عينيها ساعتين وهي في الارض، لان علاش فكات خويا ومشات ختي تا هي دار لها كريمونجين ساعتين وهما طايحين في الارض. من الصباح مني مشينا للدائره ديال حي الانبيعاس هضرنا مع السيد واحد الشرطي قالك اودي انايا مايمكنش دابا نخرجوا ليه حتى تجيبوا لنا شهاده طبيه وتجيبوا لنا الضحيه، والضحيه ما كيزيدش دير الحديد، والسيد حور طالق كيتعرف حين بيعات على خاطرو كيف ما بغا هو قبل انا جايه هو ديك كرسي كتقدم دارو. الاخ ديالي اخويا درويش مزيان درويش كيدبر مسكين من هكا ومن هكا في المارشي في الصباح، صور 300 كيجيبها ليا صور 1000 فرنك كيجيبها صور 400 كيجيبها ليا، درويش بزاف وكاع الناس يبغيو عبد النبي خويا معروف عند الناس كلشي كيبغيه. انا بغيت الامن الله يخليهم كما داروا الكلب ديال ابو زعيصر جابوه ليه
وداروا القبط على السيد اللي داري الكلب ديالو، وانا خويا اللي تضرب هذه 12 يوم ومهرج جوج تهريسات من الشوبيه ديالو من يحمل يا عبد الله لا ام لا اب ياسيم. انا كنتمنى من الله بالسلطه ديال حي الانبعاث يتحركوا ويشوفوا السيد اللي حر طالق خساره ديال ما بغى. دابا خويا حنا طالبين كنطالبوا بان ندير خويا حديد، لكن نزيد يعاوننا شي حد يعاوننا الحديد، انا خويا ما عندوش ولا ام لا اب يتيم. انا خويا مزوج وعندي ثلاثه ديال اليتامى، ما عنديش باش ندير ليه حديد، ما عنديش امكانيات. انا جالسه ندير جوج عمليات، غير جالسه في الدار، وهو مسكين كيتعذب بزاف، محن بزاف، وما لقياش خويا باش ندير ليه حديد. لكن ممكن شي حد شي محسنين ولا دا الوجوه يعاونوني باش ندير خويا حديد. وانا دابا كنتمنى من تم الشرطه داك السيد يشدوه، لان كيتسارع على خاطره، واحد شدوه وجوج مازال، كيتسارق قدامهم على خاطره وما بغاش يشدوه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.